بسرعة عشان وقتنا نروح لاستعراض مباريات اليوم. النهاردة في مجموعة من المباريات المحلية ومجموعة من المباريات في الدوريات الأوروبية. نبدأ بانطلاق مباريات دور ال 32 لكأس مصر. النهاردة في ثلاث مباريات، الساعة 6 الداخلية مع أسوان، أيضا في نفس التوقيت سموحة مع ألو إيجيبت، والساعة 9 سيراميكا كليوباترا هيلعب مع ديكيرنس. الدوري الإنجليزي 6:30 نيوكاسل يونايتد بيستضيف أرسنال، والساعة 9 من مساء اليوم ويست هام يونايتد بيستضيف مانشستر يونايتد. نروح للدوري الإيطالي اللي انتهى بفوز نابولي. منذ قليل انتهت مباراة أتلانتا ويوفنتوس بفوز يوفنتوس خارج أرضه 2-0، وفي هذه اللحظات تقام مباراة تورينو ومونزا. الساعة 7 نابولي بيستضيف فورنتينا، والساعة 10 إلا روبا ليتشي بيستضيف هيلاس فيرونا. الدوري الألماني الساعة 6:30 بروسيا دورتموند بيستضيف فولفسبورغ. دي مجموعة من المباريات المهمة سواء في إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، وكمان مباريات في الدوري المحلي أو كأس مصر في الموسم الجديد.